في الشأن الفلاحي، تتواصل إلى حد الآن معاناة فلاحة الزيتون بمختلف ولايات الجمهورية، حيث أن نسبة هامة من صابة الزيتون لا تزال في الأشجار دون جمع، وذلك بسبب تدني الأسعار، وهو ما دفعهم إلى إطلاق صيحة فزع لإنقاذ القطاع. تقرير سمية حداد. رغم تحديد الدولة لسعر المرجعي لبيع الكيلوغرام الواحد من الزيتون، إلا أن معاناة الفلاحة تتواصل إلى يومنا هذا، فالزيتون لم يجمع بعد في عدد من المناطق باعتبار أن سعره لا يغطي كلفة الإنتاج. هاو زيتون، هاو ذهب للكحل، هاو ذهب للكحل، يهمل، ذهب للكحل يهمل هو، ها؟ شوف يا عزيز كيفاش المهزل، ها؟ شوف. يا سيدي، ها تفضل خويا العزيز، هكا يصير هو، هكا يصير في تونس، هكا يصير في الفلاحة. ها كلها التراب، ها هي الصابة، ها يا مسؤولين، ها هي الصابة، ها جوهر الأكحل، ها اللي دخل لكم في المليارات، ها هو. أنت فاتوا بها أنتم لحدي، ها هو، ها ملوح، ها هو، اسمعوا واكل التراب، ها هو، ها هو، اتفرجوا. شنو هو الفلاح؟ ما قعد له شيء، شنو هو الفلاح؟ الفلاح تعب. مرات ما يرقدش في الليل، هاو يصبر، هاو يمحش، هاو يميل، هاو كذا فارح بالكعبه باش يجنحها، الكعبه بست، شنو الاخر؟ شنو الفلاح؟ ما زلت افرح له، الفلاح زين، نتلاقوا مع حتى قهوه شاربينها في السوق، على ما تشوينا وتحرقنا. هاو زيتونه سيدي اش قاعد تسير له؟ هاو نعلفوا فيه للساعي، هاو شوف، هاو الزيتونه، هاو الزيتون كيفاش؟ هاي. ها يا خويا شكارة الزيتون هذه ب 15 دينار، شكارة العلفة ب 35 دينار، ما هو خويا هاو يعلفة للساعي، هاو نعلفة للساعي، مش شماتة في روحي ولا شماتة في الدولة، هاو شوف كيفاش، هاو الزيتون يا سيدي، هذه ثروة البلاد. ويصدح الفلاحون بأعلى صوتهم داعين إلى إنقاذ هذا الذهب الأصفر، ولعل أصواتهم تصل إلى السلطات لتتخذ قرارات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع ومنح الفلاح بصيص أمل ولو صغيراً.